أعزائنا المشاهدين، طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. ورد ضيفنا الدكتور نواف هايل تكروري في نابلس جبل النار بفلسطين المحتلة عام 65 و900 وألف. حصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة دمشق، أبعد إلى مرج الزهور مع أكثر من 400 مجاهد عام 92 و900 وألف، وظل وفيا لمبادئه، وعرفنا فيه الحس الرفيع مع قضايا الأمة. ضيفنا عضو مؤسس في رابطة علماء فلسطين في الداخل، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد، عضو الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، يشغل حاليا رئيس هيئة علماء فلسطين. له عدة مؤلفات، أبرزها التأصيل الشرعي لحق العودة، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة، الجهاد بالمال في سبيل الله. في هذا اللقاء الخاص، وبينما من المفترض أن يتمحور حول ضيفنا حياته إنجازاته، سنجد أنفسنا نتحدث عن القضايا التي يحملها الضيف على كاهله منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى المبارك. اسمحوا لي أن أرحب معكم في هذا اللقاء الخاص بضيفنا الدكتور نواف تكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، بارك الله فيكم الله. بارك الله في الإخوة المشاهدين جميعا، حيا الله الجميع. سلمتم دكتور. في الحقيقة نحن أمام مسيرة طويلة وحافلة بالانشغال والانغماس بقضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة. هل من إضاءة سريعة على هذه المسيرة الطويلة وتعريف بهذه الشخصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا بالحقيقة يعني لا أرى أنني أحمل ذلك التاريخ، هذا هم وهذا واجب كل مسلم. بفضل الله تعالى أشعر أن هذا من نعم الله تعالى علي، أن من علي أن أكون منغمسا منذ وقت مبكر، منذ أن لحقت بالعمل الإسلامي، بل منذ حتى طفولتنا في بيت الوالد والأهل، وهذه القضية تشغلنا وتهمنا جميعا، وتأخذ حديثنا وتفكيرنا، كيف تكون أرضنا مسلوبة ومقدساتنا في أيدي أعدائنا. حتى ونحن صغار كان هذا حديث الأسرة والبيت والجميع. ولما التحقنا بالحركة الإسلامية مبكرا في المرحلة الثانوية، عندما درست أنا المرحلة الثانوية في نابلس، في مدينة نابلس، أيضا زادوا وعينا ورشدوا توجهنا وحملنا لهذه القضية المباركة. وطبعا نحن في داخل فلسطين ونتجول ونرى الغريب المغتصب على أرض فلسطين، فليس عجيب، بل العجيب عكسه، إلا أن نكون منغمسين في هذه القضية ونعيش لها ولا نفكر في ذواتنا. ولذلك بفضل الله تعالى نحن عشنا في هذه المرحلة حتى الدراسة. ذكرت أنت بعض البحوث، عموم بحوثي، مع أنني قادر على البحث في أبواب متعددة، كان همي أن تكون في القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى التأصيل الشرعي، وتحتاج إلى الجهاد، وتحتاج إلى جهود أبناء الأمة كلها. فأحمد الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكون هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون هذا العمل مقبولا عنده سبحانه وتعالى، أن هذا العمر ما مضى منه إن شاء الله كان في هذا الإطار، فإن كان خالصا فهو عمل عظيم، وأسأل الله أن يكون كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المتبقي من العمر إن شاء الله في إطار خدمة هذه القضية وقضايا المسلمين، لا أقول في إطار تحرير فلسطين، إن شاء الله تحرير فلسطين يكون قريب، وأمل أن يكون أدعو الله أن يكون في الأجل فسحة أن ندرك ذلك، هذا ليس بعيد بإذن الله تعالى. ناس طبعا يعني الحياة، أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي، هذه طبيعتي، سامحني. أنا سنتحدث عن القضايا التي تمثلها. نعم. والقضايا التي تمثلها طبعا أن تشغلني دائما قضية فلسطين في المقدمة، ولأنها مقدمة ليس عند الفلسطيني أو مقدمة، مقدمة عند كل مسلم لتقديم الموقع الذي تبحثه والقضية التي تحملها. قضية، أنا أقول لكل مسلم في الأرض، لك أن تقدم على فلسطين مكة والمدينة
فقط. فقط. نعم. أما وطنك الذي تعيش فيه عليك أن تحبه وأن تجاهد في سبيل الله لتحريره ولحريته ولخدمته بكل الوسائل بحسب حاله. ولكن نظرتك إليه ينبغي أن تكون بعد القدس. أنت بهذا تقودنا إلى الحديث عن مكانة القدس والمسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين المحتلة بالنسبة لنا في الفكر الإسلامي وعند المسلمين بصفة عامة. طبعا طبعا فلسطين أخي هذه الأرض المباركة في كتاب الله. نحن لا نتحدث عن قضية أحجار وأوطان وسامحني وعن لباس وتراث، كل هذا نحبه، ولكن ليس هو مبعث حراكنا. إنما نحن نتحرك لقداسة ولدين. وطبعا في شوك الأوطان، الشوك للأوطان غريزة البشر بل غريزة المخلوقات. هناك نباتات إذا وضعتها بغير موطنها تموت، وهناك حيوانات إذا أبعدتها عن مواطنها تموت أو تفر إليها، والإنسان مسلما وغير مسلم مفطور بحب وطنه، والمسلم يضيف إلى ذلك الفطرة تكليف شرعي بأنه مكلف. الآن فلسطين موطن كل مسلم وهي على مكانة عظيمة، هذه البقاع المقدسة. أنت عندما الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو في الكعبة أن يتوجه لبيت المقدس فهذا مراد، ونحن نعلم أن الكعبة أعظم. لكن مراد الله سبحانه وتعالى أن يقول حتى وأنت هنا. ولذلك الراجح والصحيح من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مكة كانت باتجاه بيت المقدس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إلى الاثنين معا. فلما هاجر إلى المدينة المنورة صارت وجهته عكس الكعبة بناء على التكليف السابق. سيبقى متوجها إلى بيت المقدس وصارت الكعبة خلفه، فقلب وجهه في السماء يبغي أن يتوجه إلى الكعبة مخالفة لليهود. فنزلت الآية وليس تنازلا عن قبلة بيت المقدس، فبقي بيت المقدس قبلة جهاد، قبلة حب، وقبلة الصلاة إلى الكعبة. عظيم. فيا أيها المسلمون في كل مكان، الفلسطيني لا يملك في فلسطين أكثر منكم أينما كنتم أكثر من قطعة أرض بسيطة، وهي توجد في كل مكان. نعم. ولكن الذي تشتركون معه به هو الأعظم وهو الأهم، هي القداسة، هي نحن اليوم المعاناة العار الذي يلحق الأمة جمعاء هو أن الأقصى أسير. نعم. ولذلك إذن هي أولاً ثالث بقاع المسلمين قداسة بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه المرتبة الثالثة في الصلاة، ولكن في الرباط هي أولا. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال، يقول أبو ذر رضي الله عنه، يعني تحاورنا أنه حصل نقاش، يعني نسيت بداية الحديث، عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد بيت المقدس أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، عن مسجد بيت المقدس. ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يأتي على الناس زمان أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني حبل الفرس الصغير، أو مثل سية قوسه في رواية أخرى، يعني متر 20 سنتي، سية القوس هذا الوتر الذي يربط بين طرفي القوس، من الأرض بحيث يرى بيت المقدس خير من الدنيا جميعا. الله. بما في ذلك مكة والمدينة. عظيم. لأن الأمر متعلق بالرباط. بالرباط. ولذلك أجمع العلماء على أن الرباط في أي ثغر من الثغور أفضل من المجاورة في المواقع الثلاث، مكة والمدينة والقدس. فإذا كان الرباط هو في القدس، فصار فضل الرباط والمجاورة. وإذا كان الجهاد من أجل القدس والعمل من أجل بالضبط. القدس. ولذلك ولذلك القدس هي ثالث بقاع المسلمين وأولها رباطا. عظيم. لأنه الله سبحانه وتعالى أمن نعم. القدس والمدينة، ونسأل الله أن يحفظ أمانها. آمين. وأن
يعني تبقى شامة للأمة ولكن القدس بقيت في محل امتحان الأمة واختبارها، ولذلك الرباط فيها نعم مقدم على المجاورة في مكة والمدينة. ومن أتيح له، أنا أخاطب أهلنا في القدس الآن، الذي يتاح له هذا الشرف لا يبلغه أحد، ولا المجاورين في مكة والمدينة ولو كانوا بالنية الحسنة الواضحة والعزم الصادق والعبادة العظيمة، ولكنه متفوق عليهم من أقام ببيت المقدس مستحضرا النية. نعم. لأنه في صهاينة مقيمين وفي خوان طبعاً نعم. لا شك. احنا نتكلم مستحضرا النية. لكن على الرغم من كل ما تفضلت به، هذه المكانة العظيمة التي سنتعرف عليها أكثر ربما في الحديث التالي، إلا أن الأعداء جعلوا من هذه المرحلة هي المرحلة الأخطر التي تمر بها المدينة المقدسة، ولعلها يعني الأشد والأشرس واقعيا على أرض الواقع، بمعنى الأشرس والأكثر أذى من ناحية استلاب الأرض والهجمة على الاستيطان والهجمة على المسجد الأقصى المبارك بالاستيطان وبالاقتحامات وغيره، حتى الذين يحاولون حماية المسجد وحماية المصلين المسلمين من أذى المستوطنين يلاحقهم الاحتلال. يعني هناك حارس من الحراس قام بهدم منزله وكان قد هدده بذلك قبل ذلك رجل المخابرات. نحن أمام مرحلة خطيرة جدا فضيلة الشيخ، وهذه المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا، لكن لماذا برأيك كل هذا العمل الحثيث من الصهاينة ومن لف لفهم من أجل السيطرة؟ شوف، الصهاينة جاءوا إلى هذه البقاع، أو على الأقل استخدموا دوافع عقائدية نعم للإتيان إلى هذه البلاد. ونحن لا يصلح لنا إلا وأن نعلن راية الإيمان والإسلام للدفاع عن هذه البلاد، وأن نستحي ونقول هي لا وطنيات لا الوطن بعز وكل وحبيب إلى، ولكننا نجاهد وندافع دين الكيان الصهيوني اليوم. خلينا حتى لا نتشعب ربما كثير، الكيان الصهيوني اليوم يستثمر خيانات بعض العرب وانحراف بعض المسؤولين في البلاد العربية الذين هرولوا إلى التطبيع، ويحاول أن يرفع شارات التخويف بأمور هنا وهناك لكي تجذب انتباه هؤلاء الذين أهملوا قوتهم وعزتهم والإعداد الحقيقي في مواجهة أعدائهم، فيشعرهم أن أمريكا لن تحميكم والكيان الصهيوني هو الذي يحميكم من أعدائكم الذين تضعونهم. الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون حامل أي قوة عربية أو إسلامية في الأرض ولو قدر على، بل هو مهمته إضعاف هذه البلاد وتخويفها لكي تشعر بحاجتها إليه، وهذا ما تمكن منه مع الأسف مع بعض البلاد في هذه الفترة. ولذلك هو يستثمر الآن وجود بعض البلاد مهرولة ليس للسلام، السلام كنا نقول عنه استسلام وهو استسلام حقيقة، اليوم هذا حسن من حسنات هؤلاء لأنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، فأصبح الكيان الصهيوني صديقا وعزيزا وحبيبا لهم. هذا شجع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يعرف القيم، الله سبحانه وتعالى قال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نعم. لا يعرف القيم والمواثيق، ولذلك لما رأى الفرصة مواتية من هذا الجانب هو يفكر فعلا أن يتوسع في المسجد الأقصى المبارك، هو يفكر أن يدمر. الآن أصبح لديه حسبة أنني يمكن أن أقيم ما أدعيه من الهيكل مكان المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي الاقتحامات أصبح الدعوة الآن. كان قبل سنوات إذا قال، إذا هاجم أحد المصلين في المسجد الأقصى الكيان الصهيوني يقول المتطرفون، نعم، يقول مجنون، حتى حارق المسجد الأقصى في 69 قالوا عنه مجنون. ولكن اليوم أصبحت فكرة الاعتداء على المسجد الأقصى تقنن في البرلمان في الكنيسة الصهيوني. لماذا؟ لأن مع الأسف هذه الدول التي أنا أعتبرها شريكة في العدوان على المسجد الأقصى، الدول من العرب والمسلمين التي تذهب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي أصبحت تعطيه الأخوة والوداد، هذه شريكة في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، بل هي التي تشجع الغاصبين هؤلاء
على أن يتمادوا في عدوانهم. فظن الكيان الصهيوني، أنا على كل حال لا أريد أن أطيل في هذا، ظن الكيان الصهيوني أن الفرصة قد لاحت له، وأنه قادر على أن ينفذ المشاريع التي كانت معقدة وتحتاج منه إلى ضوء أخضر من هنا أو من هناك، أصبح يرى ذلك مواتيا. ولكن غاب عنه أن هذه القدس ليس هؤلاء رجالها الذين يبيعون اليوم، وليس هؤلاء لا يعنون القدس ولا تعنيهم القدس. القدس لها رجال أولا يقيمون فيها، وثانيا في الأمة. هذه الأمة أصيلة فضل الله تعالى، وهي اليوم تدافع وستبقى تدافع. وأنا أقول لك أن الشعوب المنكوبة والمكلومة لم تنسى القدس ولن تنسى. أنت ترى الشعب العراقي وهو يواجه الأمريكان يسمو كتابه كتاب أحمد الياسين، ويطلق لما وشوارع وشوارع فلسطين والقدس لن تغيب، لن تغيب. أنا لو أردت أن أقول لك قصص في العراق ولا في سوريا معي تجاه حتى أن أحد علماء العراق يوما قال إذا كان الاعتداء على العراق ينفع القدس فلا يضيرنا. سبحان الله، والله هذا قيل لي في بيتي. فالحقيقة هذه القدس وفلسطين تعيش وتعشعش في قلوب علماء الأمة وأبنائها وشعوبها ومفكرها، لأن في طغمة لها تسلط وصوتها عالي والإعلام تحت أيديها تستطيع أن يبدو أنها تمثل. هذا الحقيقة لن يضير القدس والأمة، ما زالت قضية القدس وفلسطين وقداستها هذا مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن لا نتكلم كما قلنا في البداية، لا نتكلم عن أي بقعة ولا عن أي أرض، وإن كنا أي بقعة نقدرها. وينبغي الفقهاؤنا يقررون أنه إذا اعتدي على أي شبر، ما قالوا على المسجد الأقصى، على أي شبر من أرض المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على أهل المحيط، يتسع دائريا حتى يشمل المسلمين جميعا. فكيف إذا كان معتدى الأرض محتلة ومقدسة؟ يا أخي الدول استكانت التي غلبت في الحرب العالمية الأولى والثانية، اليابان أصبحت تطور عظيم ورهبة سلاح كبيرة، إلا هذه الأمة لن تنكسر بإذن الله تعالى. صح قد تضعف قد تخبو، ولكن قد يأتيها شواذ يتولون على أمرها. على سيرة الضعف والهوان، هل حالة الأمة الآن أو هل النهوض بالأمة يقع على كاهل العلماء والهيئات العلمائية؟ نحن نعرف على مدار تاريخ الإسلام والمسلمين ما الدور الذي قام به علماء المسلمين. طبعا. يعني كان دورهم نظيرا لدور القادة السياسيين. نعم. نحن الآن هل الدور يقع على كاهل علماء الأمة أم يقع على كاهل القادة السياسيين الذين للأسف لديهم أجندات أخرى؟ ما للأسف، ما طبعا، شوف بالتأكيد أن العلماء والأمراء لكل دوره لا شك، والمفروض أن هذه الأدوار تتكامل. فالعلماء يقودون قلوب الناس وأرواحهم ونفوسهم وأفكارهم ويبنونهم، والحكام يقودون جيوشهم وقوتهم، ومن لا يأتي بالتي هي أحسن يأتون به بالتي هي أحسن أسوأ لا بالعصا بالعقاب وبالهذا ويقودون الناس، من لم يأتي بالمليح جاء بالعاطل. ولكن إذا تخلى الحكام عن مهمتهم وصارت قوتهم تستخدم لصد الناس عن مهمتهم تتضاعف مهمة العلماء قطعا. ولذلك الإمام الجويني رحمه الله وقال بأنه إذا خلى الزمان عن إمام فإن على أهل الإيمان وأهل العلم أن ينبروا لهذه المهمة، معنى كلامه. نعم. فلا شك أن اليوم مهمة العلماء كبيرة، والعلماء إذا كان كما قلنا الحكام يستطيعوا أن يقودوا الناس بالعصا، فالعلماء يقودوا الناس بالقناعة وبالتوجيه وبالحب وبالبناء. ولذلك كلمات العلماء وتوجيه العلماء وتقدم العلماء، الله سبحانه وتعالى وصف لهم عدة مهام: التبليغ والتعليم وتحريض، تحرض المؤمنين. إذا قلنا مهمة العلماء مهمة الأنبياء، وحرض المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، التعليم يعلمون الناس، تقدم الصفوف، العلماء دائما في المقدمة.
وعلى مدار حتى الثورات في ضد الاحتلال الأجنبي الأوروبي القريب، لو جينا نستقرئ في عمر المختار في إيطاليا، ولا عبد القادر الجزائري، ولا في كل البلاد تقدم العلماء المسيرات. واليوم في ظل تخاذل كثير من الحكام لا يصلح إلا أن ينبري العلماء لمهمتهم الأساسية وهي تقدم الصفوف، يحرضوا ويعلموا ويديروا. وطبعا وكان المفروض هذا التحريض يقود آثاره الحكام الأمراء، فإذا تخلوا وجب على العالم أن يتقدم. من الأشياء المهمة فضيلة الشيخ هي توحيد جهود العلماء، يعني أن ينبر العلماء فرادى وعبر هيئاتهم وما يمثلون ما يمثلونه من تلك الهيئات، هذا أمر عظيم. لكن ما نلاحظه مؤخرا هو أن هناك محاولة لتوحيد الجهود في فعاليات مهمة جدا في هذا التوقيت، مثل فعالية أسبوع القدس العالمي الذي أعلنتم عن انطلاقها يوم أمس الثالث والعشرين من شباط فبراير، وهو سيكون أسبوعا في نهاية شهر رجب، وتشترك فيه هيئات علمائية كبيرة من مختلف أصقاع العالم الإسلامي وليس فقط العالم العربي. هل تطلعنا أكثر على هذه المهمة التي تكفلتم بها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مرة أخرى أؤكد على هذا الموضوع. هذا الحقيقة هذه فكرة جزى الله خيرا الإخوة الذين قاموا عليها، الروابط والمؤسسات، ويعني الحقيقة الشؤون الدينية التركية ممن تصدروا لهذا الموضوع وبدأوا به. الحقيقة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، روابط العلماء وهيئاتهم، هيئة علماء المسلمين في العراق، رابط علماء المسلمين، رابط علماء أهل السنة، هيئة علماء فلسطين، هيئة علماء فلسطين، رابطة علماء فلسطين أيضا في الداخل، يعني الإخواننا في غزة والضفة، يعني في ظروفها القاهرة وإلى هي موجودة أيضا الرابطة، وهم أهل خير وهمة. وكذلك علماء إريتريا، علماء المغرب العربي، علماء أندونيسيا وماليزيا، كلها المجلس علماء أندونيسيا مشارك في هذه روابط عدة من ماليزيا ومن أندونيسيا ومن باكستان، علماء باكستان، علماء الهند، علماء المغرب العربي كما ذكرت، من موريتانيا، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا. كل هذه الهيئات والمؤسسات والروابط الحقيقة كان هناك ملتقى وطرح عدد منهم هذه الفكرة، ربما الذي عبر عنها ابتداء الدكتور علي قرداغي وتكلم، وكل العلماء انطلقوا. قبل ذلك كان في لقاء للشؤون الدينية لجنة القدس في أمات فرع الاتحاد في تركيا، عملوا لقاء لعلماء وأكاديمية تركية، وكانت هذه الفكرة من الأساسيات التي تبنتها الشؤون الدينية منذ 3 أشهر، ليس من يومين، وأنه سيعلن عن يوم أسبوع القدس العالمي في شهر رجب. طبعا لماذا؟ عفوا الآن تدان، لماذا في شهر رجب؟ شهر رجب معلوم هو شهر الإسراء والمعراج، وهو شهر التحرير الصلاحي، صلاح الدين الأيوبي. يعني الإسراء والمعراج على الراجح أنه في 27 رجب، وتحرير صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله للقدس كان في نفس الليلة وفي نفس اليوم. وبالتالي أنت تحتفل للأمة وتخبرها في هذا الأسبوع إنه أيها المسلمون في الأرض، إن القدس الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام عندما يكون الوقت، والتي يطهرها صلاح الدين من الصليبيين والإفرنجة في مثل هذه الأيام، اليوم تحت احتلال صهيوني إجرامي إحلالي، تستفسخكم وتستغيثكم. ولذلك أنا أعتقد أن الوقت مدروس ومهم جداً، التفاعل، الوقت من حيث ما تمر به أيضا نعم، مناسبته أيضا، مناسبته للواقع. هذا أنا أعتقد أن هذا من العلماء يأتي ردا على التطبيع، وأنكم يا من تغيروا المناهج لكي تنسجم، لكي تنشئوا جيلا منسلخا من القدس، ها نحن سنكثف عملنا وتربيتنا وتوجيهنا وبناءنا للأجيال حتى ننشئ الجيل الذي يحمل قضية القدس ولا يتخلى عنها. وبالتالي أنا أعتقد أنها كما تفضلت من حيث واقع القدس محتاجة
لهذه الانطلاقة، ومن حيث الوقت والتاريخ يبعث ذكريات ويؤدي إلى تفاعل أكبر، حيث الجهة المعلنة العلماء كما قلنا متبوعون، والأمة تثق بعلمائها رغم خروج علماء هنا وهناك خارجين عن السرب وعن الخط. فهؤلاء الناس موازينها، أنت تعرف القدس جاء علماء جامعة، جاء علماء إلى القدس فأصعدوهم على المنبر، وجاء علماء فلحقوهم بالأحذية. سبحان الله، أنت تعلم ذلك. نعم، فموازين الشعوب رغم أننا ربما أحيانا نستبسط أمرها، ولكنها واعية بمجموعها، ودائما الجمع وتبادل الرأي في الجمع يؤدي، وهذا ما حصل مع العلماء في هذا الموضوع. نعم، أن تبادل الرأي أدى إلى هذه النتيجة. نعم، بإذن الله. اللافت في الموضوع قبل أن ننسى هذه النقطة، أن هناك مشاركة واسعة من الجغرافيا الإسلامية. نعم، يعني ما ذكرت وتفضلت به في إفريقيا وفي شرق آسيا وفي نعم الهند، ربما لم أذكر، ونعم في كل مكان. نعم، كل جهات الأرض تشارك في هذا الأسبوع، الجنوبية ومن نعم كل نعم. واللافت أيضا فضيلة الشيخ أن هذا الأسبوع هو الأول ولكنه لن يكون الأخير، وهذه قضية مهمة. هذا كما قرر الداعون إليه. نعم، أنه سنوي. سنوي، نعم، أن هذا ينطلق هذا العام ويستمر في السنوات نعم القادمة بإذن الله تعالى. ولذلك أنا الحقيقة من منبركم هذا المبارك قناة الرافدين جزاهم الله خيرا، وهم دائما يحفلوا بهذه المناسبات ويعطوها حقها، وأدعو الإعلام أولا كله أن يعطي اهتماما كبيرا لهذا الأسبوع من قبله وفيما بعده. نعم، وطبعا قطعا في أثنائه، أن يعني يبادر الدعوة إليه، وأن يحرك وأن يحرض على التفاعل به. وأدعو أيضا من هنا الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية والوطنية والمنصفون في عالمنا العربي والإسلامي بل وغير إسلامي، أن يصدروا بيانات بهذا الأسبوع. نعم، لأن هذا أسبوع دوري، والذي ركز عليه العلماء في الجهات الرسمية ممثلة بالشؤون الدينية التركية والشؤون الدينية الماليزية أيضا، كان مقرر أن تأتي. نعم، وحصل سبب واعتذروا، و الوضع المؤسسات العلماء المدنية للمجتمع المدني، الاتحادات والروابط، فهذه دعت إليه، وأنا أعتقد أن هذا يقتضي ويحتاج إلى تقدير من العلماء من الشعوب ومن الأحزاب ومن الحركات. نعم، الإسلامية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، أدعوها إلى كل من يغار على القدس وكل من يتفاعل معها، هذا وقت أن يصدر بالضبط. نعم، أن يصدر بيانا بتفاعله وتبنيه لهذا للحديث الأسبوع. بقية فضيلة الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين بعد فاصل قصير بحول الله. نعم، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة جديدة. بارك الله فيكم. حياكم الله. كنا قد تحدثنا عن هذا الأسبوع، عن أهميته، عن الجهات المشاركة فيه، وعن التوقيت، وعن كل ما يتعلق بتفاصيل هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله ببركة القدس وفلسطين. ماذا عن الداعين له لهذا الأسبوع ومن ينظم هذه المسألة؟ بفضل الله تعالى والمؤسسات العلماء والاتحادات شكلت لجنة تحضيرية، وهذه اللجنة التحضيرية شكلت ثلاث لجان عملية: لجنة إعلامية، ولجنة إعلام، ولجنة برنامج، ولجنة علاقات. وكل هذه اللجان تتولى مهامها في التواصل والترتيب الإعلام، الترتيب الإعلامي والعلاقات، التواصل مع كل المؤسسات العلمائية والمهتمة بالقضية للمشاركة فيه. الآن الجهات الرسمية تتولى دعوتها الحقيقة الشؤون الدينية التركية، وهي تدعو الوزارات. وأنا أعتقد أن كما أخبروا الإخوة في بالأمس في لقائهم، مكالمة الدكتور علي أرباش كانت كلمة قيمة في الافتتاح ولعلكم تابعتموها. أنهم سيدعو عشرات كل وزارات الأوقاف وكل المؤسسات، وحتى سيرسل الوضع الرسمي في البلاد بفحوى هذا باسم الشؤون الدينية التركية. وأما المؤسسات والأحزاب فتدعوها كل مؤسسة من مؤسسات العلماء المشاركة داعية ومدعوة. رائع. وهي تدعو باسمها لأنها شريكة، وبالتالي كل المؤسسات العلمائية تعلن وتدعو إلى هذا المؤتمر وتقول نحن مشاركون في هذا الملتقى، ندعوكم للمشاركة والفاعلية في هذا الأسبوع. يعني حتى الآليات، آليات العمل هي في الحقيقة آليات موفقة، يعني ليس هناك جهة ما فقط هي التي تدعو وتنظم، إنما الجميع يشترك في عملية الدعوة والتنظيم. دائما الشراكة أفضل من الاتباع بلا شك، فهذا جو شراكة. القدس ليست أقرب لأحد من أحد، هذا شعار مهم على فكرة. هذا شعار القدس وليست للفلسطينيين وحدهم قطعا، هذه مفروغ منها من زمان. لا. لكن حتى في إطار هذا العمل القدس ليست أقرب لأحد من أحد، القدس قريبة من قلوب الجميع ومن كل المؤسسات ومن كل العلماء ومن كل الحكام المنصفين والصادقين ومن غير المسلمين الصادقين، قريبة وواضحة المعالم. أنا أعتقد من أوضح القضايا قضية فلسطين، ومن أكثر القضايا يغبش عليها ويحاول أن تبدو وكأنها ملتبسة، ملتبسة وأنه في حقهم وحقهم، مع أن المسألة غاية في الوضوح، إلا من أراد أن يعني يسلك طريق الاعوجاج والانتصار للظالم القوي. دكتور عذرا للمقاطعة، المطلوب مضمون هذه الدعوات، مضمون هذه المشاركة، لا شك أنت تفضلت بكلام مهم فيما يتصل ويتعلق بإصدار البيانات وإقامة الفعاليات، ونحن إذا أقيمت فعاليات في هذا الأسبوع في الأصقاع التي نتحدث عنها فسيكون هذا حضورا مميزا للغاية وانطلاقة قوية لهذا الأسبوع إن شاء الله. لكن هناك قضايا أخرى أيضا تتصل بدعم الشعب الفلسطيني من كل النواحي في الحقيقة. صحيح. الدعم الإعلامي والاقتصادي والمالي، نحن وهذا إن شاء الله. أنا أملي بالله سبحانه وتعالى بعد أن رأيت يعني جهد العلماء وهمتهم في ذلك والاستجابة التي نراها، أنا أملي أن يكون هذا الأسبوع مثالا ويحتوي خيرا كثيرا لشعبنا وأهلنا ومثبتا لأهلنا. أهل القدس كانوا يقولوا لنا دائما والله أننا نتعب أحيانا، فإذا رأينا مسيرة في اسطنبول ولا في كوالالمبور ولا في موريتانيا نواكشوط نستحي، أو في باكستان أو في أو إلى آخره. يعني أنا أضرب مثالا وليس نضربت. نعم. إلا فإننا نخجل ونقول الناس معنا ونحن فيبعث همة لدينا من جديد. كذلك الأمر أهلنا في القدس الآن يحتاجوا إلى تثبيت في أرضهم مادي ومعنوي، ويشعر أن الإعلام لا ينسى قضيتهم، وأن العلماء لا يمكن أن يتجاوزوا هذه القضية وأنهم حاضرون. هذا مثبت حقيقي. وهناك حقيقة نأمل في هذا الأسبوع عدد من المشاريع المثبتة لأهلنا في القدس
عبادا لنا نعم. وغيرها، وهذا مشروع لتثبيت أهلنا في القدس والتعليم في داخل القدس وخارجها، ومشاريع أهلنا في الضفة وفي غزة وفي 48 في كل فلسطين نعم. نريد ثباتهم. أنا أعتقد أن هذا الأسبوع سيسفر عن دعم حقيقي وتصور حقيقي. ذكرت لك أيضا مراد أن يبث وعيا بديلا عما أريد إخفاؤه عن شعوبنا. الآن في بعض البلاد تزال وترفع الآيات التي تذكر المحتلين والمجرمين والصهاينة واليهود الغاصبين نعم. والتي تبين طباعه، ويرفع من النصوص ما يحث على الجهاد، وأصبح حتى بعض العلماء المأجورين يحاول أن يفسر لك الجهاد بكل شيء إلا الجهاد. للأسف جهاد أشمل من القتال، ولكن ذروة سنام القتال وأعلى ما فيه حمل السلاح. نعم. جهاد أكبر شيء فيه القتال وإسالة دماء المعتدين إن لم يرتدعوا بغير ذلك. هذا لا ينبغي أن نستحي فيه. هذا وكل البشرية حتى القوانين الدولية جاءت وشرعت قتال المعتدين. مقاومة المعتدين. نعم. نعم. صح. قتال المعتدين. هذا تشريع فطري. وديننا دين الفطرة. نعم. فجاء به. ديننا منعه. قال لا يحب المعتدين. الله ما بيحب المعتدين. ولا يحب لنا أن نكون. ولا تعتدوا. قال لنا. ولكن أيضا قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم، وقال اقتلوهم حيث ثقفتموهم. فلا ينبغي لنا أن نخفي وأن نتستر على النصوص. حتى هذا الخطاب لم يعد مقنعا، لم يعد مقنعا لعموم الأمة. صحيح. لكن الآن مراد أخي هي تكريسه وترسيخه. نعم. أنا أقول مراد، أنت تعلم الجيل الذي وعى بفضل الله تعالى صار له توجيه، لكن الآن مراد كما ترى أن تنزع من مناهجنا التوجيه تجاه فلسطين، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأنه محتل الأرض. هذا كله ينزع الآن في كل بلد من البلاد حتى لو كانت مقصرة، كان في مناهجها درس ودرسين وخمسي تذكر الأطفال والطلاب بأن هذا عدوان واحتلال. نعم. اليوم يراد أن ينزع. فأنا أتخيل أيضا الأطفال الذين سينشأوا بعد ذلك ولم يمر بهم شيء، وحرج على من يتحدث أن يبين لهم، أن يخرجوا وهم لا يشعروا بهذا. وهذا ربما يضع تحدي جديد أمام الهيئات العلمانية. وهو معذرة أن يصلوا إلى هذه الأجيال بالطريقة التي المناسبة. أنا أطمنك. نعم. الآن الحمد لله، الله سبحانه وتعالى كل شيء يجري عنده بمقدار. الحمد لله. في بعض الحكام، أحكي لك إياها بصراحة، خون من زمان مش من اليوم. صحيح أعلنوها اليوم، لكن هم خون من زمان. لكن الله سبحانه وتعالى لو مارسوا خيانتهم هذه جهارا نهارا ربما أثروا من قبل لعدم وجود الوسائل. أما اليوم وقد مارسوا خيانتهم في البداية لأننا موجودين، لا يخاف، سنصل إلى الشعوب وحتى هم عندهم من خلال وسائل كثيرة. هذه الوسائل التي فيها لها وعليها ستستخدم بكل ما لدينا من إمكانيات لكي يعلم الناس مكانة القدس والأقصى وفلسطين ومكانة بلاد المسلمين جميعها وتركستان الشرقية وكل بقاع المسلمين سوف يكون محل اهتمام. ولن يؤدي هذا الطغيان وهذا الحرمان لشعوبنا من الاهتمام بقضاياها إلى الوصول إلى أهدافه الحقيقية، لأن الحمد لله الوسائل اليوم تتيح لنا أن نفعلها وأن نصل إلى شعوبنا وإلى أبنائنا في كل مكان ونربيهم على حب مقدسات إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة. فضلت الدكتور، معروف أن للعلماء كان دور وفضل عظيم بعد فضل الله عز وجل في تحرير فلسطين من الصليبيين وتحرير بيت المقدس. هناك أسماء من العلماء هم شامات في ذلك الزمان. ولذلك قال صلاح الدين الأيوبي قال لا تظنوا أنني كان لجيشي لا تظنوا أنني انتصرت على الصليبيين بسيوفكم وإنما بقلم القاضي الفاضل. هذا يجعل مهمة العلماء المسلمين كبيرة. اليوم كبيرة وعظيمة جدا. لأن إخوانهم السابقين هم الذين حرروا بيت المقدس وفلسطين، فهل إن شاء الله سيكون لعلماء الأمة هذا الدور بكل ما يتصل بالتحرير وبالجهاد الذي تفضلت بمفهومه من معاني؟ نعم والله يا أخي أنا الذي ألمسه كما قلنا في البداية، لا شك أن هناك من حرف يمينا ويسارا، ولكن أنا أتجول على العلماء
منهم أصحاب قضايا خاصة يعني إقليمية، نعم، ومنهم علماء عندهم مشاريعهم العملية والإنجازية، وهناك مؤسسات كذلك، ولكني لم أجد مؤسسة خلينا نقول عليها العين معتبرة قالت لي والله عندي أولوية على فلسطين، والله ما وجدت. وإنما هذه القضية عند العلماء أساسية، وأنا أرى أن دور العلماء رغم محاولة التضييق الآن في عدد من البلاد على الدعم المالي وعلى الدعم المعنوي والحديث والإعلامي وغير ذلك، إلا أنني أرى تطورا وانطلاقة. يعني أنت تعرف جاءت كورونا ربطت الناس، العلماء كانوا من أول الناس انطلاقة وانطلاقتهم كانت باتجاه القدس وفلسطين. يعني أنا أذكر عندما عملوا ملتقى علماء الأمة من أجل القدس وفلسطين حضروا 800 عالم على الزوم، تذكر هذا؟ نعم صحيح. نعم صحيح. كان من أوائل إغلاقات كورونا، فهم لم يستسلموا ولن يستسلموا وسيبقى. لا شك قضيتنا فيها تعقيد، عدونا مجرم مدعوم، حبل الناس وحبل الله من الإمداد موجود، ولكن أنا أقول لك العلماء لم ييأسوا من التربية ومن الإعداد الجيلي ومن تقدم الصفوف، ولا بد أنهم سيقوموا بمهمتهم. وأنا متفائل جدا بأسبوع القدس أنه سيكون له دور. أنا لا أقول لك أسبوع القدس هذا سيحرر فلسطين، على طريق تحرير فلسطين، أيوة، ولكنه خطوة سهم خطوة مهم، نعم، أو خطوة مباركة، وسيكون فيه من الإعداد والتوجيه ما يخرج الأجيال، وسيكون فيه بإذن الله تعالى من التحريض على الدعم المالي. نعم. الآن حاول المجرمون والطغاة والظالمون أن يجففوا منابع صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. أذكر في هذا هذه النقطة يعني أمرا مهما. قبل أمس تقريبا عندما هدم بيت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك فادي عليان، كان الاحتلال قال له عليك أن تهدم بيتك بنفسك، هدم قصري إجباري، فرفض ذلك. نعم. فجاءت قوات الاحتلال وهدمت بيته. تكلفة الهدم فضيلة الشيخ تتحدث عن 75,000 دولار، لأنك تتحدث عن بيت من 4 طبقات، وتتحدث عن تكلفة. أنا كنت أعرف أنه 20 يعني بيت، هو بجوز لأنه بيت. سمعت هذا الرقم من مصادر تعمل في هذا الشأن. على كل الأحوال حتى 20,000 دولار ليست رقما بسيطا، هي تبني بيتا في منطقة ما من هذا العالم. أريد منك كلمة في دقيقتين توجهها للعلماء والأئمة والخطباء والدعاء، نعم، بين يدي هذا الأسبوع المبارك. نعم، أنا الحقيقة أقول في هذا الموضوع، أولا أنا اسمح لي قبل الدقيقتين نصف دقيقة، نعم، في هذا الموضوع، نعم، أنا أدعو الأمة أن تثبت أهلنا في القدس، أن ترفض هدم بيوتها بأيديها، لأن هذا يشكل ثورة على المحتل. وأنا أوجه التحية لهذا الحارس عليان الذي رفض أن يهدم بيته بيده ويترك الكيان الصهيوني تعال، وحتى ولو اضطر أن يصادر منه هذا المبلغ، ولكن على الأمة أن تثبت هؤلاء على ذلك، وأن تجود وأن تبذل لتحقيق هذه الرسالة وهذه الأمانة. في دقيقة رسالة. أما رسالتي للعلماء فأنا أقولها أولا رسالة اعتزاز بموقفهم وتقدير، وأرجو أن يكون يدنا جميعا معا في هذا الأسبوع لكي نعد جيل، ولكي نوجه شعوبنا تجاه قضيتها بالشكل اللازم بإذن الله تعالى. وأنا أعتقد أننا خطونا خطوات طيبة وعلينا أن نراكم عليها، فإن تراكم جهود العلماء يتبعها الأمة كلها إن شاء الله. إذا تقدم العلماء لا تتخلف الأمة. عندما العز بن عبد السلام وقف موقفه اضطر السلطان أن يلحقه لكي يعيده، لأنه شعر أن الأمة كلها قد خرجت خلفه. نعم. إذا خرج العلماء بصدق وهم خارجون إن شاء الله ومتحركون، فإن الأمة خلفهم ولن تخذلهم بإذن الله. نسأل الله أن يبارك في هذه البهمة وفي هذا العمل ببركة بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. أشكرك دكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. وأنا أشكركم على هذه الفرصة والله، وأشكر قناة الرافدين على اهتمامها الدائم والمستمر بقضايا الأمة قاطبة، وهذا مما تمتاز به الحقيقة الرافدين، واهتمامها أيضا الخاص بقضية فلسطين. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
ونشكركم كذلك أعزائنا المشاهدين في ختام هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور نواف تكروري، سائلين الله عز وجل أن تتحرر فلسطين قريبا بهمة العلماء وأبناء الأمة العربية والإسلامية. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.